إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. رواه الحاكم وابن حبان والطبراني. عباد الله، نحن اليوم بإذن الله تعالى مع كبيرة من أعظم الكبائر، بل مع عمل يوجب النار لأصحابه. هذه الكبيرة وهذا العمل هو الركون للظلمة، هو تأييد الظلمة، هو الرضا بما يفعله الظلمة، بما يفعلهم الزعماء المزيفون، وبما يفعله الطغاة الظالمون. من فعل هذا ومن رضي بفعلهم تنطبق عليه هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف. كم شاعت هذه الكبيرة اليوم بين المسلمين، بل بين حتى المصلين الذين يصلون في الجماعات، بل شاعت هذه الموبقة وهذه الكبيرة بين الدعاة والخطباء والعلماء والعياذ بالله تعالى، وهذا كله من علامات الساعة. أيها المسلمون، الله جل وعلا يحذرنا من الركون إلى الظلمة. يقول عز من قائل في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تميلوا إلى الذين ظلموا. لا تركنوا أي لا تميلوا. وقال أبو العالي رحمه الله: لا تركنوا إلى الذين ظلموا أي لا ترضوا أعمالهم. مجرد الرضا القلبي، الرضا القلبي بما يفعله الظلام يعتبر من الركون إليهم، تنطبق العقوبة. وقال ابن زيد: الركون هو الإدهان والمداهنة. ما هي عقوبة الركون للظلم والرضا بأفعالهم؟ عقوبتان: عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فأما العقوبة الدنيوية فهي قوله: ثم لا تنصرون. ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي أن الأمة التي تداهن الظلم وتركن للظلم وترضى للظلم وتفرح للظلم لا ينصرها الله عز وجل، بل يسلط عليها الأعداء من كل مكان، كما هو حال الأمة اليوم. أما العقوبة الثانية وهي الأدهى والأمر، العقوبة الأخروية، جاءت في قوله تعالى: فتمسكم النار. تمسكم النار عباد الله. فإذا كانت هذه عقوبة الركون للظلمة، وإذا كانت هذه عقوبة مجرد الرضا بالظلم ومجرد الرضا بما يفعله الظلمة، فلكم أن تتصوروا عباد الله عقوبة المساهمة في الظلم، عقوبة التشريع للظلم، عقوبة التنظير للظلم، عقوبة الفتوى للظلم. عباد الله، في آية أخرى من سورة الصافات يقول المولى عز وجل: كما قلنا جميعا وعدت مرات، مصيبتنا أننا نقرأ القرآن ولا نفهمه ولا نتوقف عند الآيات، نهذي هذا هذاء هكذا. يقول تعالى في سورة الصافات:
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فهو نحن لما نقرأه وما نقرأهش التفسير احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قد يتبادر إلى أذهاننا أزواجهم الزوجات. لا، المفسرون ماذا قالوا؟ ابن عباس ومجاهد وأكرمة وغيرهم قالوا أزواجهم يعني أشباههم، يعني أمثالهم، يعني أتباعهم، يعني مؤيديهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم فين؟ فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. في آية أخرى من سورة النساء نقرأها كذلك كثيرا، لكن ضرب على قلوبنا بسبب معناها رضانا بالظلم وبسبب الموبقات وبسبب النفاق الذي نعيش فيه، ضرب على قلوبنا حتى صرنا لا نفقه كلام الله عز وجل. يقول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية دلت هذه الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يتجنبهم فقد رضي بفعلهم، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالمنكر منكر. لذلك قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، لو نظرنا في واقعنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية اليوم لوجدنا أن الركون إلى الظالمين ومساعدتهم ومداهنتهم والرضا بأفعالهم أصبح ظاهرة خطيرة ومنتشرة. نجد أن هناك من يصلي في الجماعة ولربما في الصفوف الأولى، ولكنه يعين الظالم على أخيه المظلوم، يدافع عن الباطل وأهله، ينتمي للباطل وأهله، ينتسب إلى الظالمين ويمجد الظالمين. والركون إلى الظلم ومساندة الظلم لها أشكال كثيرة اليوم، أشكال كثيرة لا يمكن حصرها. فمثلا أولئك الذين يجلسون في تلك المجالس التي تنتهك فيها أعراض الناس ويغتاب فيها المسلمون، بل وربما يغتاب فيها الصالحون، هؤلاء يعتبرون من الذين ركنوا للظلم وساندوا الظلم ورضوا بالظلم وساهموا في الظلم. أولئك الذين يسبون الناس ويساندون الظلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وكم نرى اليوم من مصلين في الصفوف الأولى ينشرون أقوال الزعماء الذين حاربوا الإسلام وينتسبون إلى الزعماء الذين حاربوا الإسلام. المسلم في هذا العصر الذي يريد أن يخرج سالما يستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليبرز انتماءه للنبي صلى الله عليه وسلم وليبرز انتماءه للسلف الصالح، لا يبرز انتماءه لا من هنا لا من هنا. أما أنك في مواقع التواصل هذا علامة النفاق كثير، ينسبون أنفسهم إلى الزعماء القومية وزعماء الشيوعية وغيره، ويصلي في الصف الأول وينشر كلامهم ويبرتاج في الفيسبوك في كلامهم وفي خطبهم، فهو سيحشر معهم يوم القيامة. فالمرء مع ما أحب يوم القيامة، الإنسان الذي يريد السلامة. قال الله، قال الرسول، وقال السلف الصالح، وقال العلماء الربانيون، هذا هو الذي ينجي. أولئك الذين قلنا يسبون الناس ويسندون الظلام على مواقع التواصل وعلى مواقع الفيسبوك، هؤلاء كذلك يعتبرون من الذين ساهموا في الظلم ورضوا بالظلم ونصروا الظالم على المظلوم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. لا تسكت على الظلم مع أخوانك المسلمين في أي مجلس،
أنه يجد أخوك المسلم يغتابونه وكذا لا تسكت، هذا يعتبر إذا سكت نصرة للظلم وسكوتا عن الظلم. كذلك عباد الله، هذه كثيرة موجودة في مجتمعاتنا اليوم، أولئك الموظفون وأولئك المسؤولون في الإدارات وفي المؤسسات الذين يرون زملاءهم يظلمون الناس ويعطلون مصالح الناس ويؤخرون معاملات الناس ويجبرون الناس على دفع الرشوة، يرونهم يفعلون ذلك ولا ينصحونهم ولا ينهونهم عن تلك الأفعال المشينة، يعتبرون شركاء معهم في الظلم، يعتبرون من الذين ركنوا للظلم ومن الذين ساهموا في نشر الظلم في المجتمع. ما نراه اليوم في مجتمعنا أن أصحاب كل ميدان يدافعون وينصرون زملائهم نصراً وينصرونهم معناها وينتسبون إليهم انتساباً أعمى كانتساب الجاهلين. كل ميدان، ميادين الكل، ميدان التعليم تجد أصحاب التعليم يساندون أصحابه، في النقابات أصحاب النقابات ينسى أنه مسلم وينسى أنه ينتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يصبح ينتسب لتلك الجماعة ولتلك الفئة ولتلك النقابة ولتلك الصنف، ينصر كما هو شنو يستندوا؟ يستندوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، يأخذون النصف الأول من الحديث وينسون النصف الثاني من الحديث، الحديث كاملاً كما في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل أنصره إذا كان مظلوماً، فرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، نصره أن تمنعه من الظلم، نصره أن تقول له هذا حرام، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، لا أن تناصره نصرة عمياء كما نراه اليوم. كل مجال عصبية قبلية، الأطباء مع بعضهم والمربون مع بعضهم والنقابيون مع بعضهم، ولو حتى على باطل ولو هذا فيه ظلم للمجتمع وفيه ظلم للبلاد والعباد ينصره كنصرة الجاهلية الأولى والعياذ بالله. عباد الله، صنف آخر يساهم في نصرة الظلم وفي تأييد الظلم، ولعل هذا الصنف هو أخطر الأصناف على الأصناف على الإطلاق، هم أولئك الذين يحرضون على الظلم وعلى العدوان من خلال منابرهم ومن خلال مواقعهم، سواء كانت دينية أو صحفية أو صحفية أو إعلامية أو فنية. فإذا كان الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذا كان الرجل الذي يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها 70 خريفاً في النار، فما بالكم بهؤلاء الخطباء وهؤلاء الدعاة وهؤلاء الذين ينسبون نفسهم من العلم والدعوة وهم ينظرون للظلم وينصرون الظلم ويفتون للظلم ويشرعون للظلم. هؤلاء يخطر الأصناف على الإطلاق والعياذ بالله تعالى، هؤلاء الذين الناس يوم القيامة يتفاجؤون حين يرونهم يتخوضون في النار ويطوفون كما يطوف الحمار بالرحى والعياذ بالله، في حديث لا أستحضره الآن، هؤلاء الخطباء والدعاة الذين يكذبون ويضللون الناس. عباد الله، صنف آخر ينصرون الظلم ويركنون للظلم، هم أولئك الذين يميلون بقلوبهم إلى ما يفعله الظالمون بالأبرياء، إلى ما يفعله الظالمون من تغيير شرع الله، يعرف أنه ظالم وأنه حارب شرع الله وأنه منع الخمار وأنه منع حلقات التحفيظ وأنه حارب السنة النبوية، ومع ذلك يناصره وينتسب إليه، هذا من أعلى درجات النفاق والظلم والعياذ بالله تعالى. ويعرف أن هذاك الزعيم وذاك فلان وذاك فلان قتل الآلاف وأباد الآلاف وهو يناصره ويؤيده وينتصر إليه ويبرتاج في الفيسبوك في خطبه، فهذا منافق خالص إن لم يتب إلى الله، وسيحشر معه يوم القيامة وسينال هناك من العذاب ما لا يستطيع معناها تحمله. أولئك الذين يمجدون وأولئك الذين يشمتون بظلم الأبرياء، هؤلاء عليهم أن يراجعوا الإيمان، الذين يشمتون بمصاب إخوانهم في بلاد المسلمين، يقول عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن تمام الإيمان أن تحب للناس الخير وأن تحب للناس العدل كما تحبه لنفسك، وأن تكره للناس الظلم كما تكرهه لنفسك. ومن أكثر الأصناف انتشاراً اليوم من الناس الذين يدخلون في قوله تعالى
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فمسكم النار، صنف منتشر اليوم، أولئك الذين يسكتون عن الظلم في أسرهم وفي مجتمعهم وفي أمتهم. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. إذا رأوا المنكر في أسرهم، ورأوا المنكر في مجتمعهم، ورأوا المنكر في أمتهم، هم يسكتون على ذلك، بل ولربما يؤيدون ذلك ويقولون: هذا طبيعي، وهذا تطور، وهذا لا أدري ماذا، وهذا لا أدري ماذا، بذل الحجج. هذوما إذا انتشر هذا في المجتمع أوشك الله أن يصيب الجميع بعقوبة منه. ولذلك ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه وهو يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: لأنهم لم يغضبوا لغضبي، فكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الذين يركنون للظلم بأي شكل من الأشكال، حتى لا يحل علينا غضبه وعذابه سبحانه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، جاء في سنن النسائي والترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. عباد الله، وصلت اليوم الأمة الإسلامية إلى مرحلة صار الظلم فيها جهارا، والأدهى والأمر أنك تجد من ينظر لذلك الظلم ومن يفتي بذلك الظلم من علماء ودعاة وخطباء، والعياذ بالله تعالى. ولعل أعظم صور الظلم اليوم وأعظم صور الكفر الصريح اليوم هو التطبيع مع العدو الصهيوني. ما فماش في شريعة الإسلام وزر وذنب وخيانة، ولا تحبوا انتم بالميزان الشرعي وبالميزان العقلي وبالميزان اللي تحبوا عليه، جريمة أعظم من جريمة التطبيع مع الصهاينة. الصهاينة الذين حاربوا والذين نهبوا الأرض وهتكوا العرض وأفسدوا في الأرض وقتلوا النساء والأطفال وهدموا المساجد وكل هذا، ونحن اليوم نطبع معهم، مش نعطيهم فرصة باش يزيدوا ويذبحون ذبح. والمصيبة أننا لا نستغرب أن نرى دولا وأن نرى قادة يهرولون في هذا الاتجاه. لا نتحدث عنهم، هذا متحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نستغرب ونستنكر أن نرى دعاة وقراء وعلماء. الأمة الإسلامية ما طال عنها قداش تصلي وراهم وقداش تسمع في خطبهم وفي دروسهم، تسمع في قرآنهم في قراءتهم، واليوم نراهم ينظرون ويفتون لهذا العمل الشنيع، ويستندون إلى معناها قياسات خاطئة وبعيدة كنا البعض حتى عن المنطق البسيط. يستندون أن النبي صلى الله عليه وسلم معناها مات ودرعه مرهون عند يهودي. هذا استناد معناه، وهذا قياس يقيس به عاقل؟ أنك تبرر قتل الأمة وانتهاك أعراض أمة وانتهاك مقدسات أمة بهذا الاستشهاد؟ الوقت اللي كانت فيه الأمة الإسلامية قوية
تستشهد بالآن والأمة مستضعفة والأمة معناها مخربة من الداخل ومن الخارج، وتقول لي نهادنهم ونطبع معهم العياذ بالله تعالى. وها نحن هذا الأسبوع كذلك نرى فعلا شنيعا آخر، وهو هدم بيوت الله في أرض مصر المباركة. وأنا قبل أن أتكلم هذا الكلام تبعت الموضوع ودققت في الموضوع، ما نجيبش فيه من رأسي، نحبش نجيب أنه ناس من هناك معناها بشهادة الشهود يضرب معناها راهي كلها اشترها باطل. أنا أقول لك هذا وجابوا ناس ويوريوا في الأراضي، هذه الأرض تابعة لفلان من عام عندها 1000 عندها 100 سنة، وهذه الأرض تابعة لفلان عندها 100 سنة، وهذه الأرض وهذا المسجد وراها زوز كنائس وما تكسرش الكنائس ويهدم المساجد وتهدم المساجد في بلاد الإسلام. ولا نستغرب هذا ممن قتل الركع السجود وممن حرق الآلاف بشهادة المنظمات الدولية، لا نستغرب هذا ممن حاصر إخوانه في غزة وممن أغلق الأنفاق على إخواني في غزة، ولكن نستغرب من يؤيد هذا العمل ومن يفرح لهذا العمل ومن يناصر هذا العمل. هناك كثير من المصلين اليوم يفرحون بهؤلاء، والأمر أصبح واضحا. احنا تو اليوم القضية الفلسطينية كما قلناها مرارا هي المعراف وهي المقياس الذي يرضى عليه الصهاينة، فهذا هو عدو الأمة الذي تقتله الصهاينة والذي تزيحه الصهاينة، فهذا هو على الطريق الصحيح. أما الذي يؤيده الصهاينة والذين يرفعونه والذين يحمونه والذين يتركونه، هذا هو العدو للأمة الإسلامية. واليوم المصلين كثير منهم وأعلمهم كثير منهم في هذا المسجد يحبونه ويتمنون لو أن في تونس وفي الجزائر وفي المغرب مثله، لكن بإذن الله تعالى لن يكون مثله بإذن الله تعالى، وسيحمي ربي سبحانه بإذن الله هذه الأرض المباركة من أمثال هؤلاء. آية كريمة أخيرا، راهي عقيدة الولاء والبراء أهم شيء في العقيدة الإسلامية، هذه عقيدة الولاء والبراء التي ضربنا عليها عرض الحائط. نصلي ونقرأ القرآن ونصلي ونعج ونعتمر وننظر ونتكلم، وعقيدة الولاء والبراء عنا صفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن أن يكون هناك مؤمن، مستحيل، يواد ويحب من حاد الله ورسوله، يحب الذي يهدم بيوت الله، يحب الذي يمنع الحجاب، يحب الذي يمنع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب ويناصر في الفيسبوك وفي غيره الذي منع حلقات التحفيظ والذي نزع الحجاب والذي حاصر المساجد. نسأل الله تعالى أن يحشر كل مرء مع من أحب وأن يحشر كل مرء مع من ناصر، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. فالذي أحب الله وأحب رسوله وأحب بكر أبو بكر وأحب عمر وأحب عثمان وعلي والصحابة والسلف الصالح فسيكون معهم بإذن الله تعالى، وإن يبلغ وإن لم يبلغ مبلغه. ومن أحب الظلمة وناصر الظلمة وأيد الظلمة وهبط في الفيسبوك يناصر الظلمة فسيحشر معهم يوم القيامة بإذن الله تعالى، والأمر قريب بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينصر دينه وأن ينصر من نصر الدين وأن يخذل من خذل المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك أننا لا نحب إلا رسولك وإلا صحابة نبيك وإلا سلف هذه الأمة وإلا العلماء الربانيين، وأنا يا رب لا ننتسب إلا لدين محمد إلا لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ومنهج العلماء الربانيين. اللهم إنا نعوذ بك ونبوء لك ونلجأ إليك ونبرأ من أعمال الظالمين في كل مكان وفي كل زمان ومكان وفي كل بلاد ومصر يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن حارب دينك، اللهم أحصهم عددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم من خان المسلمين في فلسطين اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم عجل له بعقوبة منك، اللهم أزل ملك كل من حاصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك بهم. اللهم كل عالم وكل داعية وكل قارئ
يدعو لهذا وينظر لهذا، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم إننا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إننا نرزقك الثبات، كثرت الفتن وكثرت المعاصي وارتعدت القلوب ورجفت القلوب تعدا عن أن نسألك الثبات، نسألك حسن الخاتم. اللهم إننا نسألك حسن الخاتم. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.